وفي هذا الصدد وخلال نشرة سابقة أكد سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أكد في نشرة سابقة أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حريص على ضمان حقوق كافة المواطنين باعتبار المواطن البحريني عزيزا لا يضام في وطنه. يعي المجتمع البحريني جيدا ونحن نعي كسلطة تشريعية بأن حرص سيدي حفظه الله ورعاه يشمل كافة القطاعات والميادين، فالدعم المالي السخي والمعنوي الذي كرسه لدعم ومساعدة الصيادين المتضررين بعد رصد مجمل الانتهاكات المستمرة لحكومة قطر والتي تجاوزت بذلك مبادئ حسن الجوار وحقوق الإنسان، فألقت القبض القسري على الصيادين البحرينيين والتي أجبرتهم أيضا تحت وطأة السلاح بدخول مياه الأقليمية وعرضتهم لمحاكمات تأسفية وصادرت حرياتهم وممتلكاتهم دون وجه حق. فكانت هذه القرصنة والنهج لترهيب وقطع أرزاق الصيادين البحرينيين، ولكن باءت كل هذه التدابير بالفشل. فهنا سيدي حفظه الله ورعاه رمز الوئام ومهد للسلام في هذا الموطن، فكل مواطن على أرض مملكة البحرين فهو عزيز لا يضام. فسيدي ملك البلاد المفدى لا يقبل أن يمس المواطن بسوء، وتوجيه جلالته لتعويض الصيادين المتضررين ماليا ومعنويا لضمان استمرار عملهم مكنهم من تجاوز الأفراد، وبات البحر أمامهم، وكلمات الثناء والدعاء لجلالته بطول العمر ألسنة تلهج بالدعاء لملك الإنسانية حفظه الله ورعاه ملك البلاد المفدى.